شفتوا حماده ازاي بيتاخد على مشامه. وليه يا جماعه؟ ليه فقره التردد من اول ما يتولد؟ اسمع كلام امك، اسمعش كلام ابوك، تعالوا قبل الولاده باسبوع نتفق عايزينه يسمع كلام مين؟ امه، جدته، خاله اللي في دبي، اي حد، بس ما نصغرش نفسنا قدامه. مهم، حماده كبر شويه، ابتدى يتعافى من اصاباته الجسديه، النفسيه علمت خلاص للابد، سنانه سنت، وكأي طفل بشري سنانه ابتدت تقع. وهنا نبتدي ندخل في طقوس وثنيه من هو لسه طفل صغير. دخلوا في دايره تعدد آلهة ويبدا يدعي للشمس. يا شمس يا شموسه، خدي سنة الجاموسه واديني سنة العروسه. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا عم في ايه؟ السؤال لغير الله مزله، ولا شمس بقى ولا اي حد هينفعك. مهم، حماده كبر، تخطى مرحله التسنين بحلوها بمرها بعباده الشمس. جه وهو بيلعب في الشارع عصفوره طايشه شقت عليه. بتحصل، كلنا بنتزنق في الشارع. وهنا اتقال له حماده انت هتتكسي. حمادة بقى ماشي في الشارع ورا العصافير كلها يقول لهم طفوا عليا. بيرسم قاعدة تواليت على هدومه قبل الشتاء. ايه نوع الكسوة اللي هيجيلي من ورا ده؟ سؤال حقيقي بجد. بعدين بعدين ما هو اكيد لما العصفورة عليا هجيب هدوم تاني. الموضوع لوجيك مش اكتر. ليه العصفورة اللي تاخد الكريدت؟